الله معكم. تعرفوا بحديثنا عن الصوم دايما نسأل إذا الصوم أنا بصوم لأنه أنا خاطئ وبحاجة أرجع بمسيرة وبتجدد مع الله. يمكن في أوقات حدا منا يقول أنا مش خاطئ، طب أنا ليه بدي صوم؟ ولكن إذا منرجع للكتاب المقدس ويسوع شو اللي اختبره بالصوم، نفهم أخوتي أنه أنا وياكم كلنا سوا معرضين نوقع بالتجربة، وهول التجارب أذكياء كتير لأنه الشرير بيوقعنا بدون ما نحس. إذا رجعنا أنا وياكم لإنجيل التجارب مثل ما بيخبرنا لوقا، بيقلنا أنه بعد ما تعمد يسوع وكان ممتلئ من الروح القدس أخذوا الروح على البرية، وبس جاء يسوع بلشت التجارب. التجربة الأولى ساعة اللي بيجي الشيطان وبيقول له ليسوع، وعرفوا أنه جعان كتير، قال له إذا كنت ابن الله خلي هيدي الحجار تصير أرغفة. وهيدي التجربة الأولى اللي منقلها تجربة الجسد والشهوات. شو يعني؟ يعني نحن بحياتنا كلنا سوا منعرف قديش جسدنا متطلب، وقديه بأوقات كتيرة منطلب أكتر من نحن بحاجة. بكل بساطة قديش نحن منأكل أوقات ومنزيد أكلنا، قديش بشهواتنا منروح فيها للآخر. فالتجربة الأولى هي تجربة الجسد لأنه هو بطبعه ضعيف، والرب بيعرف أنه نحن فينا نتقدس فيه، ولكن للأسف أوقات كتيرة منأخذ المنحة السلبي ومنروح فيه. وشو بيجاوب يسوع وبيقول؟ بيقول له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، لحتى يرجع يجلس لنا ويقلنا أنت كيف عم تتعامل مع جسدك. بالتجربة الثانية ساعة اللي بيجي إبليس وبيدله ليسوع بيقول له شايف هالممالك كلها سوا؟ هيدي كلها لألي، بعطيك إياها إذا سجدت لي. وهون التجربة الثانية اللي هي تجربة المال أو تجربة المادة. قد إيه نحن أوقات بحياتنا نحن منكبر وبيصير بدنا نجمع، ودايما عندنا الخوف من الحاجة. وأوقات كتير إذا منطلع أخوتي منلاقي قديش في عندنا أشياء ما منستعملها. بتيابنا قديه في تياب بخزناتنا ما منلبسهم. قديش في عندنا مصاري أوقات يمكن ممكن تكون بالبنوكة بموت وما بستعملها كلها سوا، وبكون كل حياتي عم جمع. هيدي التجربة الكبيرة يلي بحس دايما في حاجة، وهيدي بحد ذاتها المشكلة الكبيرة. إجا يسوع لحتى يقلنا كيف أنت عم تتعاطى مع المادة؟ لأنه المادة هي لمصلحتنا وهي للاستعمال وليست للعبادة. ونحن منعرف أنه يسوع قال ما فيكم تعبدوا ربين، الله والمال. فاللي بيعرف يستعمل المادة بيقدر يكون عم يمشي ويتقدس بحياته. التجربة الثالثة ساعة اللي إبليس بيقولولنا قالوا لي يسوع كب حالك من هذا الجبل، ساعتها بتجي الملائكة وبتحملك حشفين. وهيدي كانت تجربة السلطة، كيف أتعامل أنا مع السلطة يلي عندي إياها، وهل يا ترى هي بروح المسؤولية؟ كلنا سوا بنعرف أخوتي من إحنا وصغار، إن كان بالبيت الكبير يمكن بيعيط على الصغير، وصغير بيجع بيعيط على اللي أصغر منه، أو إذا نحن منكون بشركة أو بمحل عم نشتغل دايما منلاقي المدير أوقات يتسلط على اللي قال منه، الأم والبي على الأولاد. هيدا واقع اجتماعي. يسوع عم بيروح أبعد من هيك لحتى يقلنا إنه السلطة هي خدمة. يسوع كان بيقدر يكب حاله وتيجي الملائكة تحمله، ولكن كان عم بيفرجينا إنه أنا بالسلطة اللي معي هي منا للقوة، هي للخدمة، هي للحب. وهيك نحنا بخلينا نضوي قدام هول ثلاث أشياء. كيف أنا عم بتعامل مع المال بحياتي؟ هل يا ترى عم بكون أنا سيد للمال وهو خادم لألي؟ وبتعاطيه مع جسدي، هل يا ترى أنا عم خلي جسدي يتقدس من خلال الاعتدال يلي عم عيشه ومن الحاجات الضرورية يلي أنا عم بتصرف فيها؟ وبذات الوقت السلطة، ساعة اللي أنا عم كون مسؤول عن شيء، كل واحد منا مسؤول عن شيء، بحي الله مطرح موجود فيه، في عنده ناس هو مسؤول عنهم وفي ناس هن مسؤولين عنه. بهيدا الإطار كيف عم عيش السلطة؟ عم عيشها بحب وبخدمة كبيرة؟ هو التجارب أخوتي ما حدا يقول لي إنه ما بيوقع فيهم، وما حدا يقول إنه ما صارت معي ولا مرة. يسوع عم بينبهنا وعم بيقلنا إذا هو انتصر نحن قادرين. ولكن اللي بدي لكم يا شغلة أخيرة، إنه الشيطان ساعة اللي إجا تجربه ليسوع استعمل كلمات الكتاب المقدس مثل ما بيعمل عادة معنا، بيقنعنا إنه اللي عم بيقلنا إياه صح وإنه اللي عم نعمله هو مزبوط، ولكن بيكون لاعب على الكلام. ولكن إذا منروح أكتر من لقي يسوع كمان جاوبه بالكتاب المقدس وقدر ينتصر عليه بكلمة الله. فإذا أنا اليوم ما بعرف كلمة الله، كيف بدي واجه الشرير؟
فمشان هيك بدعيكم لحتى خلال هالصوم نكون عم نسمع أكثر وأكثر ونصغي لكلام الله يلي فعلا هو بيقوينا وبيساعدنا. صوم مبارك.